يقول: من أخذ أموالا بغير حق من شركة، هل يجوز له أن يتصدق بهذه الأموال عن صاحب هذه الشركة إذا تعذر عليه أن يعيد هذا المال مباشرة؟ ما دام صاحب الشركة موجود أو ورثته فإنك ترد المال إليها وإلى ورثته إلا إذا سمحوا، لأن هذا حق مخلوق لا بد تؤديه إليها ويسمح عنه، ولا تتصدق به، ترده إليها وإلى ورثته. إنما الصدقة به لو لم تعلم صاحبه، ضاع صاحبه ولا تدري وين راح، وليس له ورثة تعرفهم، فهذا تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم.